وللمزيد ينضم معنا من اسطنبول الدكتور جاسم الشمري الكاتب والمحلل السياسي. اهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، ما هو السبب الذي دفع الميليشيات للتحالف مع العبادي ليوم واحد ثم الانسحاب من التحالف؟ نعم، شكرا لكم. اهلا بك. كأن القضية تعتبر انتكاسة من قبل السيد حيدر العبادي قبل أن نتحدث عن قضية التحالف مع الميليشيات، ذلك لأن السيد حيدر العبادي أكد أنه يريد أن يجعل السلاح منحصرا بيد الدولة. والغريب أنه في ذات الوقت الذي أعلن فيه الانتصار على تنظيم داعش يأتي مجددا ويتحالف مع الحشد، وكأننا أمام سيناريو معد سلفا لإعادة ترتيب الحشد الشعبي في المشهد السياسي العراقي. وهذا الأمر حقيقة خطير جدا، ويؤكد أن هنالك استراتيجية خطيرة تنفذها الأحزاب الحاكمة في المشهد العراقي، وعليه ربما أرادت بعض الأطراف الفاعلة، وربما هذه الأطراف هي جزء من حزب الدعوة وربما هي جزء من التحالف الشيعي، أرادت ضرب السيد حيدر العبادي بالتحالف مع الميليشيات على اعتبار أن أي متابع للشأن العراقي يعلم أن العبادي وعد بمحاربة السلاح خارج إطار القوات المسلحة العراقية، ثم جعلوه يتحالف مع الميليشيات وضربوه ضربة دقيقة وذكية، وبالتالي انسحبوا منه وكأنهم أرادوا توجيه ضربة انتخابية مبكرة لتحالف النصر الذي يقوده العبادي. إذن القضية هي قضية تصفية حسابات بين التحالفات المختلفة في اليوم في ضوء تشكيل الميليشيات لهذه القوائم الانتخابية، برأيكم ما هو المتوقع للمشهد العراقي بعد الانتخابات المقبلة؟ إذا لاحظنا أن القضية حزب الدعوة هو الحزب المسيطر والأبرز في هذه التحالفات، حتى لو دخل العبادي بقائمة بائتلاف والمالكي بائتلاف آخر، النتيجة أن النتائج ستكون في صالح حزب الدعوة، ذلك لأن العبادي كان متوقعا أنه سيعلن حزب جديد ويتخلى عن حزب الدعوة، لكن هذا الأمر لم يفعله، وبالتالي أعتقد أن حزب الدعوة يلعب لعبة جديدة في المشهد السياسي العراقي بتقديم ائتلافين في ذات الوقت من ذات الحزب، وهذا الأمر حقيقة يريد منه حزب الدعوة بقاء سيطرة الحزب على التحالف الشيعي، وأيضا على السيطرة على مركز رئيس الوزراء في العراق. إذن أعتقد أن الرابح الأبرز في المشهد العراقي هو حزب الدعوة كما كان في السنوات القادمة، ومعلوم أن الحزب ثبت بالدليل القاطع أنه لم ينجح في تقديم أي شيء واضح وبارز للعراقيين. أين ذهبت تعهدات حيدر العبادي بالمرحلة السابقة برأيكم، وهي منع حملة السلاح من الترشح للانتخابات والعمل السياسي؟ العبادي أراد أن يحشد القوى الأخرى من أجل تحقيق النصر أو إنهاء صفحة داعش في العراق، وأظن أنه نجح في الوصول إلى هذه المرحلة، وفي لحظة الوصول انقلب على نفسه وانقلب على الآخرين، وكأنه يتوقع أنه قادر على قلب المشهد العراقي كما يريد، وأعتقد أنه واهم جدا، ذلك لأن اللعبة ليست بيد العبادي، هنالك أطراف داخلية وخارجية ربما هي أقوى من العبادي، وأعتقد أن العبادي يعني أصبح جزء من لعبة غير قادر عليها، وبالتالي أظن أنه سيدفع الثمن الكبير في الانتخابات القادمة، وعليه أنا لا أتوقع عودة العبادي لرئاسة الوزراء، لأنه انتكس على نفسه بالتحالف مع الميليشيات، ولو أنه لم يتحالف مع الميليشيات ربما كانت حظوظه أكبر في العودة لرئاسة الوزراء القادم. طيب دكتور جاسم، أنت قلت أن حيدر العبادي
ورط في هذا الأمر أو أن هنالك لعبة للتحالف مع الميليشيات ومن ثم الانسحاب وتركه وحيدا في الساحة، هل برأيك هذا يرسخ مبدأ ما قالته ميليشيا العصائب بأن رئاسة الحكومة المقبلة ستكون من قيادة الميليشيات، أم أن الأمر مختلف عن هذا الأمر؟ أنا أعتقد أن القيادة القادمة هي ربما تنحصر بين شخصيتين كما توقع، الأولى هي نوري المالكي والثانية هي الدكتور عياد علاوي، وأعتقد أن حظوظ المالكي أكبر من حظوظ علاوي، ذلك لأن المحكمة الاتحادية كما عودتنا في السابق هي دائما ميالة إلى الطرف الأقوى، وأعتقد أن المالكي اليوم أقوى في المشهد العراقي من ماذا عن التوافق على شخص المالكي؟ أليست هنالك يعني مشاحنات ما بين الكتل السياسية على شخصية المالكي خصوصا الرفض الكردي لهذا الأمر؟ أعتقد أن المالكي تناغم مع الكرد في المرحلة السابقة قبل عدة أشهر، وربما أراد استغلال الخلاف بين العبادي والكرد، وبالتالي أعتقد أن الكرد إن أعطاهم المالكي ما يريدون ربما سيوافقون على عودة المالكي مجددا إلى رئاسة الوزراء، وهذا ما أتوقعه. طيب كيف يمكن قراءة الموقف الأمريكي من هجمة الميليشيات عبر هذه القوائم الانتخابية على عملياتها السياسية التي ترفع شعار محاربة ميليشيات إيران؟ سيدي الكريم، هنالك شخصيات موجودة في المشهد العراقي هي مطلوبة للقضاء الدولي والانتربول، وهي اليوم تلعب في الساحة السياسية العراقية، أعتقد أن ما يجري هو بضوء أخضر أمريكي، وكل هذه الأمور باتت من المسلمات أن الولايات المتحدة هي من سمحت لهؤلاء بأن يكونوا ضمن اللعبة السياسية. أعتقد أن الولايات المتحدة واقفة على التل، وهي حققت ما تريد وما زالت حتى الساعة تحقق وتنهب ما تريد. هؤلاء سلموا الجمل بما حمل للولايات المتحدة، مجرد هم يريدون أن يبقوا على رقاب العراقيين، وأعتقد أن هذا الأمر قد تم لهم، وبالتالي لا أرى أن الولايات المتحدة يمكن أن تتدخل تدخلا إيجابيا لصالح العراقيين طالما أن مصالحها في العراق سائرة بالاتجاه الذي تريد. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جاسم الشمري كنت معنا، شكرا جزيلا لك.